حنا هما التعاونيات الحليب سي بيرلي. حنا عندنا مشكل ديال الخلاصه اخويا، 4 شهور ما تخلصناش، كاين حتى 5 شهور ما مخلص، ومن 30 شهر 4 ملي طالبنا من الحقوق ديالنا عند مفتي الشغل سدوا علينا الباب وما واجهوناش عند مفتي الشغل. طالبنا ديك 4 شهور ديال الخلاص سدوا علينا من نهار 30 شهر 4 وهما ما سادين علينا. كنطالبوا حدا من السلطات يجيب لنا شي حل. حنا بقينا عارفين راسنا خدامين، هذا باش شهر و10 ايام وما سادين، شهر و9 ايام اليوم 40 شهر 5 ايام وما سادين علينا البيبان. حنا خدينا 4 شهور ديال الخلاص ما استفدنا من الشوماج، ما رجعنا خدمنا، ما عرفناش المصير ديالنا شنو هو. هاد الناس سدوا لنا الباب ومشاو ياخذوا المصالح ديالهم ولا الله اعلم بهم، وخلونا حنا كنعسوا بالليل وبالنهار على الشركه. دابا كيبقاو الدراري بالنهار ويجيو الدراري بالليل يعسوا انتظارا لعلو يجيو يديروا لنا شي حل. طالبين حنا من المسؤولين السلطات يديروا لنا شي حل، ياخذوا لنا حقنا من هاد الناس ويتحاسبوا معاهم ونستافدوا من شي حاجه. 4 شهور بلا خلاص، الاغلبيه كيتسالوا غارق، كاين اللي كيتسالوا الكرا، كاين اللي كيتسالوا المدرسه، كاين اللي كيتسالوا ديونات مول الضو. 4 شهور بلا خلاص والشهر الخامس زيدوا عاوتاني شوماج. راه الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير اخويا، الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير. سوء تسير، كاين كريديات فهمتيني، الناس كيتسالوا بزاف الكريديات. كاين رئيس اخر قال لك خليها غارقه، جاوا الناس باش ينقدوها الساعه غير زادوا غرقوها. مشينا معاهم دابا هاد الناس هادو 3 سنين وحنا خدامين معاهم. قال لك حاجه كان كيتسالى كريديات، حيدوا لنا شي حوايج. هاد الناس خدمنا معاهم 3 سنين حيدوا لنا شي حوايج كانوا عندنا، ترونسبور في الصالير في الطبيب تاع ترونسبور لوجمون، تعاوننا معاهم 3 سنين في الاخر جازونا ب 4 شهور بلا خلاص وزادوا بحالاتهم. التعاون ديال التعاونيات سوء تسير، ما كاينش انتاج بزاف، انتاج ولا ضعيف بزاف في التواخر. كنا كنجيبوا 80 طن 80 70 60 طن في التواخر، الاولى كنضربوا 12 طن. اش غتخلص؟ خلص فورنيس ولا تخلصنا حنا؟ تخلص عارف ما قدوش بها، كانوا يشدوها يعلموا يشدوها، ما يوصلوناش 4 شهور بلا خلاص وفي الاخر يسدوا لك الباب. 4 شهور بلا صالير وحنا دابا عاد الباب مطرودين، عاد الباب ما ديروا لنا حتى شي حل اخويا. خلنا حنا 130 عائله غتشرد، وقلت تشرد مش هذا تشرد، ولا 5 شهور ومخلصينش اي التشرد هذا. درنا شكايات للسيد العامل، 4 شكايات لا مجيب، ما حدونا لقاءات، ما حدونا جلسات، ما كاين حتى شي حاجه. دا منين درنا شي وقفه حتى يجي امام العماله باش السيد العامل يشوف من الحال ديالنا ويشوف من حال العمال ويتدخل، ياك ودي ما تدخلوش للعماله، دير وقفه في الشارع. ما عرفناش حنا هاد الناس واش ضد الشغل ولا مع المشغل. حنا ما تنطلبوش شي حاجه لمستحيله، تنطلبوا الا الشهره ديالنا اللي كنستحقوهم. راه المخير فينا خدام 12 سنه 14 سنه، كيضرب 30 سنه هنايا وغادي فابور بلا ريال لا جوج. ملي هضرنا على الحق ديالك سدوا عليكم الباب، سدوا على الباب. دابا حنا كنتسناو في الناس المسؤولين ديال العمل باش يحدوا العلاقه مع الناس المسؤولين، يديروا معنا حوار. ما كاينش الباب مسدوده، تيقول لك الناس ما كاينش حق العامل كيكون جي، ما كاينش نائب ديال العامل، النائب كاين النائب ديالو يحد معنا لقاء، يدير معنا حوارات، يخرج معنا بنتيجه ايجابيه، مش يستدعي يقول دير الزنقه ودير احتجاج. واش هاد البلاد حنا ما عندناش فيها حق؟ واش حنا ماشي مواطنين؟ ملي كتقول الانسان خدام 5 شهور ومخلص باش عايش؟ باش عايش؟ عايشين بالكذوب في هاد البلاد، عايشين بالكذوب. نكذبوا على مول الحانوت، نكذبوا على مول الكرا، نكذبوا على اصحاب الترانسفور ما كنتخلصوش، ديونا فابور. راه لا إنا لا إنا انا مكار، والله الا ما هذا مكار. المخير فينا هذا 30 سنه 35 سنه، كاين اللي قاطع عليه الضو، كاين اللي قاطع عليه الماء، كاين اللي ولاده في الزنقه. حنا كنتمنى من المسؤولين والسلطات المحليه تشوف من حال هاد العمال، وتشوف من حال هاد العمال. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. حنا كنتمناو من سيدنا يتدخل في هذا الموضوع هذا، لان كانت احسن تعاونيه في المغرب، احسن تعاونيه كانت مؤسسه في 1964، كانت احسن تعاونيه واغنى تعاونيه، وغادي فيها كينهبوا فيها، اللي كيجي كينهب فيها، اللي كيجي كيضرب عام الشرطه ويمشي في حالته، اللي بغى يدير لاباس كيدخل التعاونيه ديال الرئيس ولا يدير المدير كيمشي في حالته، بهذا المفهوم هذا. فياكل داك الشيء اللي بغى، كلا دابا واكل فورنيس ولا واكل الفلاحه، بقاو البسطاء هما حنا كلاونا في 4 شهور، كاين 4 شهور كاين 5 شهور كاين 6 شهور. نحن عمال تعاونيه الحليب ممتاز، جينا هنايا باش ندير واحد الوقفه احتجاجيه، لان هناك ما كاينش تواصل مع العماله. صيفطنا لهم الرساله الاولى ما جاوبوناش، عاودنا درنا تذكير خلال اسبوع ما جاوبوناش. من لوسيز ماي حنا كنراسلوا فيهم ما كيجاوب، ما كاينش تواصل، كيجاوبونا ما ولاش. علاش جينا درنا هذه الوقفه احتجاجيه؟ صافي دابا ان موت تقريبا حنايا كنصيفطوا لهم ما كاينش اللي جاوبنا. والمشاكل اللي عندنا هي حنا كنطالبوا بالشهور ديالنا، عندنا 5 شهور ما كيخلصوناش فيها، ومن 30 ابريل سدوا الباب وزادوا المسؤولين على التعاونيه، ما بقيناش فينا حتى واحد، وكنطالبوا باستمراريه العمل
والتغطيه الصحيه ما عندناش، كنخلصوها كيقطعوا لنا منها ولكن ما كيخلصوهاش، يعني حنا ما كنستافدوش من التغطيه الصحيه.